السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم، يا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة من حلقات نحو من الصفر. في حلقة النهاردة بنتكلم عن المجرد والمزيد في الأفعال، نحل واجب الحلقة اللي فاتت. الناس نوعان، مبتدأ وخبر. يبقى نوعان خبر، بس خبر مرفوع وعلامة رفع الألف لأنه مثنى. منهم من يصنع الطموح، يصنع فعل، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يصنع هو الطموح يبقى مفعول به منصوب. وآخر بيصنعه الطموح، من اللي بيصنع الطموح يبقى دي فاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم. وكم من إنسان، كم هنا نوعها خبرية لأن قبل تمييزها حرف جر، وإنسان تمييزها تمييز مجرور وعلامة جر الكسر. كم من إنسان صنع لنفسه تاريخا عظيما في أقل من 17 سنة. كم مبين نوعها كم من إنسان، ونوعها خبرية وتمييزها تمييز مجرور وعلامة جر الكسر. قاعد كتابة العدد، العدد 17 سنة، ده مؤنث، يبقى السبعة هتخالف نقول سبع، والعشرة هتوافق يبقى عشرة، نقول سبعة عشرة سنة. بين نوع كم في الجمل، في كم، كم قبلها حرف جر يبقى استفهامية. كم أبطال، التمييز جمع يبقى على طول خبرية. احنا قلنا الاستفهامية بيكون تمييزها مفرد منصوب أو يجي قبلها حرف جر، الخبرية بيجي قبل تمييزها حرف جر أو يكون تمييزها مفرد مجرور أو جمع. حول كم الخبرية خليها استفهامية. كم من جندي، دي خبرية، هنشيل طبعا حرف الجر، وجندي هنخليها مفرد منصوب، يبقى نقول كم جنديا دافع عن وطنه، وبدل علامة التعجب علامة استفهام. جاوبنا، حلينا الواجب. حلقة النهاردة عايزين نتعرف على الفرق ما بين الفعل المجرد والفعل المزيد، وده هيفيدك في الحلقات اللي جاية، في الميزان الصرفي، في الكشف، في المعجم. مهم ان انت تكون عارف ان الفعل حروفه دي اصلية ولا في حرف زيادة. مجرد يعني حروفه اصلية، حروف الفعل اصلية ما اقدرش استغنى عنها، انما المزيد بيكون في حروف زيادة على حروف الفعل، وممكن تكون حروف الزيادة دي حرف او اتنين او اكثر. نبدأ نتكلم الاول على المجرد، ثلاثي او رباعي. في فعل من ثلاث حروف بسميه مجرد ثلاثي، وفي فعل من اربع حروف بسميه مجرد رباعي. ثلاثي لما اجي اقول خرج، تقدر تستغنى عن اي حرف من الحروف الثلاثة؟ لا، يبقى كل حروفه اصلية. يبقى خرج ده اسمه مجرد ومجرد ثلاثي، كتب مجرد ثلاثي، مد دول حرفين، لا ثلاثة، الدال مشددة، مد د يعني حرف ساكن وحرف متحرك، يبقى برضو مجرد ثلاثي. طيب لو رباعي، كلمة طالب ده فعل مجرد ثلاثي ولا رباعي؟ هي طالب دي فعل اصلا؟ لا، يبقى ركز. طيب مثال تاني، لما اقول لك دحرج، دحرج، زلزل، ده كم حرف؟ اربع حروف. هنا مجرد رباعي ما اقدرش برضو استغنى عن اي حرف من الحروف الاربعة، دي حروف اصلية ما اقدرش استغنى عنها، يبقى اسمه فعل مجرد رباعي. طيب وزيها طم انا، برضو اربع حروف، يبقى مجرد رباعي. خلي بالك قبل ما احكم الفعل ده مجرد ولا مزيد، اتأكد انه ماضي، اجيب منه الماضي. يعني لما يجي يقول لك كده يكتب، يكتب، ده مجرد ولا مزيد؟ هتقول لي انا اقدر استغنى عن الياء يبقى مزيد، اقول لك لا، هات الماضي الاول. يكتب الماضي، كتب مجرد ولا مزيد؟ مجرد، يبقى يكتب مجرد. يبقى الفعل الماضي هو الاساس في الحكم على الفعل، هو مجرد ولا مزيد. طيب حروف الزيادة بقى بعد ما اجيب الماضي ابدا احدد هو في حروف زياده ولا لا. خلي بالك ان الفعل بعد حروف الزياده ما بيزيدش عن ست حروف، يعني لو الفعل ثلاثي حروف الزياده هتبقى ثلاثه عشان يكمل ست، ولو رباعي هيبقى حروف الزياده حرفين عشان يكمل الست. يبقى كده نقول تاني، حروف الزياده ما بتزيدش عن ثلاث حروف، يعني الثلاثي هيكون مزيد بحرف او حرفين او ثلاثه. مزيد بحرف مثلا زي فهم، هتقول لي ما هو الفعل اصلا مجرد ده ثلاث حروف، لا اربعه، فهم كان اصله فهم، وهنا مزيد بحرف اللي هو الشده، فهم، الهاء دول حرفين في بعض، يبقى مزيد بحرف اللي هو الهاء. لما اقول لك انشا، مزيد بالايه؟ بالهمزه، نشا في الف زياده. طيب لما اقول لك قاتل، اصلها قتل، يبقى عندنا برضو الالف ده زياده، يبقى مزيد بحرف. اتأكد ان انت تجيب الماضي قبل ما تقول هو مجرد او مزيد، وقبل ما تجيب حروف الزيادة هات منه الماضي الاول. ممكن يكون مزيد بحرفين، لما اقول لك اشترك، عندنا الالف والتاء حرفين زيادة.
ممكن اقول لك تحرر، عندنا التاء والحرف الشاد الراء المشدده حرفين مزيد بحرفين، انكسر اصلها كسره، يبقى الالف والنون زياده، يبقى اسم فعل مزيد بحرفين، ممكن يكون مزيد بثلاثه. اي فعل غالبا اللي بيكون اوله الف وسين وتاء، استخرج استعمل استفعل، يبقى ده مزيد بثلاث حروف اللي هما الالف والسين والتاء، استخرج استصلح استغفر، ده مزيد بثلاث حروف. وانت برضو بتحدد الفعل ده مجرد ولا مزيد، خلي بالك ان الضمائر وحروف المضارعه وتاء التانيث دي لا تعتبر حروف زياده، لا تعتبر حروف زياده. لما اقول لك كتبوا، هات الماضي هو ماضي كتبوا، يبقى الفعل كتب، الواو دي ضمير لا تعتبر حروف زياده، يبقى ده مجرد اللي هي كتب. طيب تكتب ده مضارع، اجيب الماضي كتبت اخره تاء، تاء التانيث لا تعتبر حروف زياده، يبقى مجرد. طيب اهي كتبت، يبقى خلاص، يبقى احنا كده عرفنا لما اجيب الماضي لو متصل لو فيه ضمير ما يبقاش حروف زياده، حروف المضارعه انا كده كده بجيب الماضي لو متصل بيه ضمير لا يعتبر من حروف الزياده. الفعل الثلاثي لا يقبل اكتر من ثلاث حروف، احنا قلنا خلاص ان حروف الزياده ما بتزيدش عن ثلاث حروف، لان الفعل بعد حروف الزياده ما بيزيدش عن ست حروف. وحروف الزيادة هتلاقيها مختصرة في كلمة سألتمونيها، لو صعبة قولها ناء وتسليم، الحروف دي الحروف اللي بتكون زيادة عن الفعل. يبقى احنا عرفنا كده المجرد والمزيد الثلاثي بحرف او اتنين او ثلاثة، الرباعي ممكن يكون مزيد بحرف او اتنين، مزيد بحرف زي دحرجة، دحرجة ده مجرد ولا مزيد؟ دحرجة لا، ما اقدرش استغنى عن اي حرف، ده مجرد، دي غلطة دي ولا ايه؟ لا هو فعلا انت صح، دحرج ده مجرد، ومجرد اهي مجرد رباعي، بس لو قلت لك تدحرج اتاكد انه ماضي، تدحرج ايوه ماضي، يبقى مجرد ولا مزيد؟ مزيد، مزيد بحرف اللي هو التاء. طيب مثال تاني، لو قلت لك طمأنه ده مجرد ولا مزيد؟ طمأنه لا ده مجرد، اهي طمأنه، طمأنه ده مجرد، مجرد رباعي، بس لو قلت لك اطمأنه يبقى مزيد بالهمزة، ولو زودت لك كمان الشدة قلت لك اطمأن يبقى مزيد بكام حرف؟ بحرفين، الهمزة والشدة اللي هي النون المشددة، يبقى ده مزيد بحرفين. يبقى احنا كده قدرنا نفرق ما بين الفعل المجرد والفعل المزيد. قبل ما تحكم الفعل ده مجرد ولا مزيد، هات الماضي وبعد كده احكم، هات الماضي وبعد كده استخرج حروف الزيادة. تدريب اقرأ القطعة كويس جدا، اعرب الكلمات اللي تحتها خط، استخرج فعل مجرد وبين نوعه ثلاثي ولا رباعي، فعل مزيد وبين حروف الزيادة، هات كم وبين نوعها استفهامية أو خبرية واعرب تمييزها، نعت جملة وبين محلها الإعرابي، حدد نوع الفعل هو مجرد ولا مزيد، ينهي الله عن الشر، ينهي الرسام لوحته. وفي الحلقة اللي جاية هنكمل حلقات نحو من صفر وهنحل التدريب ده. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.